الله لا إله إلا 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 الله الله هنا رجعون تعال عدمي بامانتي قيري سيد جوغنا وحبك سودقي قفل بوغا مالين وقيرد وحق قفل بمانتي سوم بيور منيسا إلا وحنو قبرين حريسي جنة كوراد إلا وحنو قبرين جنة فردو سالك وارزاقه محمد حاجعان عدمي إنو إلهي دادكي أو كتغي أهل كيسي قرابدي سيدات كورسو مالا دمان تود سبري من كسيو أحمد حاجعان عدم يوحوها روتي شخصي آدوين لما الله حرصدوها سومال لان وحوها رقي وقوع صلاة وضيالي سياسيين يو مركا اللي يجي ينبادون يدعل والبوحوها روتي إنين آدي آدي آدو قاليا وصوبة شقيني وحوها نيني بدن سو شقيي وسومال لان كسو شقيي حركة دون سوق الطي اللي جي سومالي الله وبي سو شقيي مسؤولية دون سوق الطي مركا كسو شقيي نبادين تي ورمركي دلك شقيي وحوها بدوني كوميشن كي وح يعني فربضان بسوق بتي شخص آذي آذي آذو قاليا وسومالي آذو قاليا وضدك سومالي آذو قاليا وها إلهي نوحن وقبرينا ونحريسي كنا كورابيو كل نفسين دقيقة الموت إيها يوم نحريستو أذي ولكن ما دركتو أحمد حاج على عظمي ورمتي دلكنا هاوضي أشيسي ما دركتو مدد دير وحيقه إن بضان بو كسو مقضي حفيسي كالدوان يقضي كالدوان أو لغو الدرحمي حاجة على هذا المرقى إلهي وحلو الدين يا سيدي وأدي قول بوقفتي سيدي وقد قول بوقف كرين ما أرتي إلهي أباب البوت نظن ما دركت إلهي وهو أرساقه وقلت يقو إنك أنا ما دركت وسمير يبان من نغسية ورقى يحو قبل مدود وما دركت ما أنت كم مقطع أن قبل الذي وكيل ذكاء يعني ما دركت سراب بري صول يا كم مقطع ما دركت مثل الآن مثل هذا ما دركت هو قبل كم مقطع إلى هاي سمير يبان يعني نغسية دمان تشعب كسمال لا مال كسطول توبان وإلى هاي نترين ولا أكسران إلى هاي ما دركت هاي هاي موافقه بدل خير قبل إلى هاي نسيا لا يقرنكم ما دركت هاي رك سوب وعيب وصوص كرقة وإن إلى هاي نسيا إنا لله وإنا إليه راجعون مركة وراء إلهي وحن وقبر لنا مرحبا عظامي إن إلهي تنوي كيسا واسعة إلهي وفره إلهي تنوي كيسا كورابيو وحرنتي أها نين آدو قيمة بضان ودل كان لسوها القمي وحوها نسا مفراء وحوها نخير كتالية وحوها نبت قريبة شعل وحوها رقي اسكوها يسو مالي لان اختي إذي عدكا إلهي مركا وحن وبرنا إلهي إنه خير يبش بش يمسان كيس حسنان كيس الله وقدره سومال لان وحن وبرنا إلهي إنه محوها أول خير قبال كيس يوليو بيسيقنا حجتنا الله سيو وحن كلاو تعسيني والكي يبقويس كيو كتغي نمانتون إلهي وحن وبرنا إلهي جنون كيس واسعا كليو باتوا فونو جوكم يوم القيامة بزوزة عن نار ودخل الجنة فقد فاز لا يا من حريستي وعدمي امين قدومي هو يسود الشقيين واي حبيب صادق صوت هاين واي مدن يقرن كان هاول وحكو اول وصوت قبتين بين اللي تشوغا عقل كي شيف عقل كي هذا قرن يا جامبير بين اللي تشوغا محمد ابيب حلبان محمد باي سكنين اللي تشوغو كل اللي بكى عضلي وحفظنا قيمه لبا لقيري كل اللي بوحوي هول وين وقرن بصوقتي دو اللي بي يعني قبل هذا برجع يا مانتا سو مالي لان قرب كوا مواديني تحقق سو شيء بوها قبل كنا بضيع بوها نقول شو اللي سو مالي لان سكوح لبوها هول بدن قرن كان سوق بتي نبضين تي تلك كسوق قيب قاتي ما قعوين يشرف يا كرامة بكل بوها بقي لا هي وحين وقبر ينا إنه جندي سا كعزومه وبرك سو مالي لان كوين وتاريخ وين له يا مانتا نجرب حي جيت دبر ابوها وانا بدي سومال لان وحبدا تعبدا جديد وها عدد كابويا هكا تل كان في سومال لان الى هيك قال لي سنة بدا هي وقتيا عددنا كسور دبع شيء تاريخ زي سيمان تعرف كم سو كوبي كرمه هل انها الى هيك رانكا هي كويس كا هي انتي اصحابتي تكاني انت روح لنا الى هيك سمري ايمان الى هيك سيو waxaan leenahay taariikhdiisa waa la qori doonaa waqtigiisa waa la sheegi doonaa waxaan u noohaa tusaale nool oo nolosheed aanu badan baan isnagaanay taariikh badan baan ka gudbay sheeko badan baan dhex martay
sheekooyin fara badan oo barigu commissionka ahaa ayaa xasuustaa anigu arday oo hooyo yar markii uu commissionka ahaa annagoo dee dhalinyaro daala dhacaynaa inuu markaa la gugaabin jiray wadaniyadda nugala hadli jiray maamahayadiisii baan xasuustaa alcadan mucadamiyiin baa ka mid ahayd cadan waxaa iskala cadamiyiinta idinkuna wuxuu ku maamahay markaa reer soomaaliland oo reer soomaaliya idinkaa iskala dhalinyaroy idinkaa usoo kacaya maantaan dareemayaa kaalintii iyo waxtarkiisii raajcunbalenahay bada saxaafada dhaqanka cid walba waan ka taxsiinaynaa maalin walbana meel weyn taagannahay maalin walbana qof weyn baa inaga baxay waxaan u baahanahay taariikhdiisa in la ururiyo oo la maweelaayo si uu jiilka dambe isaguna aynu tusaale wanaagsan uga qaadano ilaahay waxaan leenahay godka ha u waasiciyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu beertiisii jannada uu ka waraabiyo tiraayo badan baan dareemaynaa siyaabo badan baa lasku bixinaa anigaa raxmaani raxiim inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun axmed xaaji cali cadambi wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhigga nin weyn oo oday ah oo siyaasi ah oo muddo kara oo somalilan taariikh badan kuleh ayuu ahaa halgan badan iyo wax badan oo muuqda oo somalilan maanta ku naalanaysana kaalin kulahaa ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu naxariistii janna geeyo ehelkiisa iyo qaraabadiina samiriya iyo iman ka siiyo taariikhdiisuna waa mid lasii noolaanayso lagu xusan doono somalilan jiritaankeeda taarikhatulmowt dhammaantee waxaynu nahay addoomme ilaahay oo ku xukuman geeri waynu kala horraynaa sidayn u kala horraynaana waa sir halkan maanta waxaynu joognaa aaskii marxuum axmed xaaji cali cadami oo ahaa nin weyn oo halyeeya oo qarankan ka baxay axmed xaaji cali cadami waxaan halkan uga dirayaa dhammaan eheladii asxaabtii iyo shacbiga somalilan siduu u dhan yahayba tacsi fiiraanya leh waxaana ilaahay ka baryayaa inuu isagana u dembi dhaafo innagana uu sabir iyo iimaan inaga siiyo axmed xaaji cali wuxuu ahaa qarankan jamhuuriyadda somalilan dadkii bandhigga u ahaa ee farkutiniska ahaa waayeelkii yagleelay buu ka mid ahaa wuxuu ku suntan yahay dibudhiskii doorkii uu ka qaatay dibudhiska iyo dib u heshiisiintii dalka waxaana qaanay ilaa iyo intii somalilan la yagleelay shirkii qarankan lagu yagleelay baan axmed ku bartay ilaa iyo muddadaas wuxuu ka shaqaynayay nabad iyo dibudhis iyo dib u heshiisiin iyo horumar buu ka shaqaynayay wuxuu lafdhabar iyo udubdhexaad u ahaa dib u heshiisiintii iyo nabadayntii beelaha gobolka sanaag saddex iyo sagaashankii axmed xilal badan buu qaranka ka soo qabtay wuxuu ahaa nin waayeel ah wuxuu ahaa nin saaxiibulmabda ah wuxuu ahaa nin aan labaclabaclayn marba guurin marba jiho ka iman aragtidiisa iyo mabdiiisa ku meel mara wuxuu ahaa nin hal adag wuxuu ahaa nin hadal cad wuxuu ahaa nin howlkara wuxuu ahaa nin hufnaan badan leh wuxuu nin halabuur leh sifaat kaa fiican iyo hogaamineed buu axmed caan ku ahaa oo laga wada markhaati kacaya ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u dembi dhaafo innagana inooga daba naxariisto innaa lillaahi wainnaa liraajicuun marxuumka cadami wuxuu ahaa nin aada iyo aada ugu weyn oo somalilan qarannimada somalilan ku weyn wuxuu ahaa haldoorkii somalilan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu janno firdowso geliyo inuu ilaahay qabriga uga dhigo qabri maaragtay uga bilaabo jana firdowsa wuxuu ahaa nin taariikh badan kule somalilan oo aan la soo koobi karin oo odayaashuna ay hore madaxda ay ugu sheegeen anigu mar baan hawl iskugu nimiyo wuxuu ka ahaa haldoor nabadeed marka waxaan leenahay innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt maanta waxaa geeriyooday axmed xaaji cali cadami uu nin qarankan tacab way soo geliyay ahaa wasiirkii gaashaandhigga ahaa doomiye komishinka doorashooyinka ahaa waxyaaba fara badan dalka la soo qabtay marka raggii ay soo wada shaqeeyeen sida weyn dee isku soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa cali maxamed waran cadde waqtigeeda taagan isaga iyo intii la waqti ahayd iyo intii kale ay ologa ku ahaayeen iyo annagoo golaha wasiirada isku soo gaadhnayba waxaan leeyahay innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun tiir weyn oo qaranka ka baxay weeye inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ka tacsiyeedinaynaa wasiir cadami waanu leenay ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo addoon wanaagsan buu ahaa qof nabadda ka taliyuu ahaa
qof umadiisa iyo dadkiisaba iyo dalkiisaba wuxuu ahaa qiimo kuleh ilaahay waxaan uga baryanay inuu ilaahay cawl kheyr qabe soomaaliland halkaa usoo geliyo ubadkii iyo qaraabadii iyo ehelkuu ka baxay mise miryo imaan saadaqa ka siiyo allah u naxariisto ilaahay gacmo furana kusoo dhoweeyo ilaahay waxaan uga baryanaa inuu iilka ilaahay u nuuriyo awynaraajicuun adami dee waxa sheegay guddoomiyaha iyo xildhibaanka iyo xildhibaanada sheegay nooc kasta oo bulshada qaybeeda kala duwan qof mateli karu ahaa sheekh buu ahaa erudiin buu ahaa caaqil buu ahaa suldaan buu ahaa siyaasi buu ahaa noocaanu ahayn oonu mateli jirin garan maayo marka arrin isugu timaadaana maa hawl wada gashaan ayuunbaa cadami ninkii ay wada galeen unbaa garan karaa cadami cadami kaasuunbaa garan karaa cadami ilaahay godka ha u nuuro maanta unbaa hedmaalintiisii maantau dhintay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay jannat alfirdaws acla ku igraamo ku casuumo ilaahay ayaanu ka baryaynaa waana la tebi doonaa insha allahu tacaala wixii uu soo qabtay dadka wuxuu ku dhex ahaa wuxuu taray wuxuu geystay iyo wixii uu ahaan jiray intaba waxaa tebi doona ummaddii uu ka dhashay ee reer somalilan waxaan ilahay ka baryaynaa ilahay jannada ku casuumo.